المباركات. جبر هو اللي كانت قاعدة عندي ستهم، وهو اللي كان متكفل بيها الشهور اللي فات، وهو برضك اللي بعدها عني، يبقى ملزوم بيها ولا لا؟ ولو قلتلك جبر قلبه فيه سكين حامي ودمه بيغلي، ولما بطلتيش كلامك هتخسر أخوكي. هتخسر إيه؟ هتموتيه ناقص عمر؟ طب أعمل إيه أنا؟ طب أنا أعمل إيه؟ ها؟ خلاص خلاص، أنا عقلي هيطج، ما قدرش أتحمل. يا أم بركات، ستهم دي مش أختي، ستهم دي أمي، أمي. تعرفي؟ لولا الملام هروح الحكومة أبلغ عن أخويا وهي تتصرف. اقفل خشمك يا بيت، عيب، بطل حرايق. كلامك هيقلب الإخوات على بعضيهم. هتفرحي لو حد فيهم طخ التاني؟ هتفرحي؟ أنا مش فاهمة، ماذا هتتصرفوا بجد؟ ستهم ده بني آدم ومش ممكن تختفي كده. أكيد هسه لها حاجة، صح ولا لا؟ صح، وصح الصح كمان. الحق اتقال، ستهم طول عمرها مظلومة من يوم ما قالوا لها مالكيش ورث وهي مظلومة. أنا إن شفن السهد وجفى عيني طيف الغفاء، يا سمير اليقظان، أنا إن جن ليلي، يا سمير اليقظان، إن جن ليلي وطواني الظلام عن أصدقائي، يا نديمي إن عداني الندامى وتلبست وحدتي وعيائي. حبيبي أنت أدنى إلي من كل قرب، أنت أحنى علي من أشقائي.